بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشكبرات رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هي أخذ جارك دي أم جهشتن أي ببشك شرنا خلاتك وديش برنامج دمهيكا جهاني عن علامات قيامتي. طبعا علامات قيامتي يتمزن يتبشيك جلكن، يعني حتى صدو سهو إك علامتها تقريبا العلماء يتقوتن، بل كي هش بترن بس ما برينو كا كان علامتك جي قوتن جي فيقا في بيبان بحثي علامات قيامتي يتمازنتكين او ان يتكو هش نهاتنا هكر هاتن ايك دي في ايك دي ايتن او او علامات الدماهيكينا و مزناهياوي افا يكو قيامت دي بشتهن قرابتن. علامات قيامتي يتمازن بشتن وكي حديثة بيغنبري صلاة خذ السلام بشتن وكي يعني تشوارستك مهركك ايكا ديف ايكي دا وهميد جريداي نبي اولي فا قفا يا اولي قد بي ركاوي هاد فاكرني يديتر هميد ديف دا انخاري. علامة قيامتي اولي وي هاتنا مهدية، يعني ظهور المهدي المنتظر عن مهدي ويكو بصرمان بقهنوي وقواتا بصرمانا، يعني الجلوي بتنو شر دجالي بكنو دما هيك عيسى بيغمبر صلاة خد السر بنتيتن جلوانا ودجالي تكوجن افا يئيكي اوا ويدي تريد ديف داتين، يعني ايكل ديف ايكي. وكام حديثة بيغمبر ساحكين بيغمبر بس صلاة خد السر عبد الله كري عمري تبيشتن كري عمري تبيشتن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيغمبر نص في اختني قتي الايات كخرزات منظومات في سلك، يعني اف علامة قيامتي يتمزن وكيل لبيت يعني مهركان يعني تسلكن عن دزيه كي عن تيلك اصني تشيكرين فانقطع السلك اكشوانا، يعني وقت قدبي او دزيوان قدبي فتبع بعضها بعضا اكدل دف ايكيت معنوي نامن، يعني اف مهركاب في سلكي فا عن في دزيفت جريداين وقت دزي هاد بريني تشوانا نامن بيفا همي اكدل دف ايكيت عينا علامة قيامتي يتمزن همي افنا، يعني ايك ديف ايك دي ايتن وخوال تشوي دي تري ناقرن. حديث دي ابو هريرة بيشتن خديجة رازي بتن بيشت بيغنبري قول صلاة خد السر بن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بيغنبري افاقفتنا قد قلت خروج الايات بعضها على اثر بعض تتابعنا كما تتابع الخرز في النظام. بيشتن علامة قيامتي يتمزن ايكل ديف ايكينا ايك يعني اثر ديف شنوا شندو سيادي تريتيتن ايك ديف ايكي بيشتن شوا لبيت، يعني مهركا ان يتزبحي ايك اب ديف ايكي فا بيك فات جريداينا ويلجاليكن بيشت اوجد هوصانن. علامات قيامتي اتمازن وقت راد بتن يعني نشرت شو علامات بشي جلجل نبن شد بتن، يعني هاتنا مهدي كعلامات ايكي يمازن محمد المهدي وبشتهنجي هندك علامات بتشيك جيت قيامته، يعني أفيت ما بحث جيكري هندك ديترشي ديف دابين، يعني شيد بتن هردو الجليق بن علامات إيكي يمازن يا قيامتك وأم بحث بكينو درس ما سر هندية وهكر ما يعني بيتشي بوقتي يعني مهلة دامة كأم سر باخ بين بل كأم خلاص جناكين أفا يا علامات إيكي يا دجال. علامات إيكي يا دجال علامتي مظن يا قيامتي وفطناوي قالك يا مظنة. أولا نمسحك دجال تشيا قال سحبة سر دجالي هين ودجالي هو صانا وهندك، يعني تصورنا كن كاشتشتا. أولا دجال بني آدم مروفة نجنة ونا يعني اش مخلوقة كيدي تريا بني آدم رب العالمين هند تشتل سر دستي وشيكرين أن هند الشولة بو يتكتن بو كسي دي تري نكرنا، يعني او شولد بو يكرين بشرة. طبعا جبلي بيغمبرا صلاة خذ السربن بيغمبرا قالك يعني رب العالمين معجزة وتشتد دايني افي بشري كدجالي رب العالمين عندك شيان الدايني عندك قدرات الدايني ندانا شو بشري دي تري وكيوي، يعني ندانا شو كمروفا بو شي رب العالمين اف يعني الشيانة دانا امتحانية جرباندنا
بو أهل إيمان بو بسرمانا كان أري بسرمان إيمانك مكم مزبوط كي هيا إيمانك صست كي هيا كي زحمت دا بر إيمان أخوا إيمان أخوا قائم كري عبادت خود بدرستاهي كري وطاعت رب العالمين بدرستاهي كري وحتى رب العالمين امتحان خدا ناجح برب العالمين إيمانك وصا قوي داي دجال جبيت النشد في مروفي بلفينت وكي مروفك صستا كي مروفك يعني إيمان ويجي وكي شو لك الدنياي بش قوي خوفا هافيتي هما هندا معلومات وهندا تشتاجت زانتن امتحانية كان خدا إيمان كيشكن إيمانك قائم ويا مزبيت وكان مروفت صست كيشكن چنكي بحشت رب العالمين يدينا امتحانية بمد الدنيا دا فيتو شبك فيتو قيمتي بحشتي ورقري قيمتي بحشتي حاضركي وتبدي بحشتي قيمتي في بحشتي تشيا ايمانك براستو درست برب العالمين رب العالمين اذي مخلوقي كدجالي دي تشتت نجلا مازن سردستي تو تشيكتن ودي اهلي ايماني في جربينت ورب پیغمبری صلوات خود سربن وطبعا يعني جلا حديثه خدا دائما پیغمبر بشت هشيار بن دا خوازا متحانك نو بجا كشرك شي بباو وازدا ظلامك باج بمنا لا تتمنوا لقاء العدو هشيار بن دا خوازا يعني برسينج دجمني راوستا وخوازي شرك شي بباو وظلام ديتبان وانتشتا نبجا ونكا فإذا لقيتم فاثبتوا حكرت كاتي تي داخو قايمك بيغمبر صلاة بتخذ السربن أفيد بيجتما بيشتن هشياري دجالي بن فطنا دجالي قلك يا مظنة و بيغمبر صلاة بتخذ السربن هشيار بن يا دايما كوكي دجالتي ووان خدان إيمانا أفيد هينجي كو أوت مظبط بن وخراجرن و يعني فطنا دجالي ناشن چنكي دجالي قلك تشتن مظنة الجلهين وحتى پیغمبر صلاة خود سربن بمصفات توی کلخی وی ریه وی کچوانه شول توی کچوانن اخلاق و طبیعت وی کچوانه همی بتفصیل یه گوتی داوکی وقتا کش وقتا هنده بسرمان برب کبن تا بشت پیغمبر صلاة خود سربن بما همی تشت آشکرا کری چود تشت بما نهیلا همی بما آشکرا کری یه دیار کری و تو دجاله وتنا حاشا او تشتي تجد بيجي كخديه انت بيغمبري تو دجالي وبيغمبري بمسحبات هم يسركري الفيري اباما مختصر دجال مروفا كش بني ادم رب العالمين هند الشيون الداينوي ندانا شو تشتي ديتري بوشي رب العالمين اف شيارات عندما ظن داني دا اهل ايمان بيجربينت دا يعني انسان خدان ايمان ايمانك اصصت وايمانك قوي هر دوك اكنابن وأول فيري بيغمبر نشامات الصلاة خود السربن قالي بسرمانا تو چند پيتب ايمانا خاتك تو چند اهتمام بيد دي تو چند مزبط بكي دي بران بري وهن دي ورگري تو چند پش گوه خوا باوجي بوتا چند يا يعني نل بيراتا بتن باهي ويجي دي بوتا او دي ايتن دي تشتاكي كيم بوتا بيبا ايتن ايمانا خوا قائم كن وكي رب العالمين قرآن البشتن يا ايها الذين آمنوا آمينوا يا يلي خدان ايمانا ايمان بينن يا ربي ما ايمانا ايناي بس تبوشت بيجي ايمان بينن تبخايت بيجي يا يلي خدان ايمانا معنوي يا يلي او مروفت ايمانا ويا ضعيف يا صست يا شروطت ايمان الجل نهي ايمانك بس بشكل ايمانك مكم ومزبيت بينن كا خدي شاو بيغمبري شاو نشادا بيغمبر شاو بوش رب العالمين بيجتن هذا ايمان بينن اوه يا ايمان اوه يا قهوري نبي خطة أبايا تخش راجل البر مصيبة ونخش الدنياي الفيريا مسحكين دجالي وكاد صحبته ويشوانا چنكي زانين وبي يعني بي زانين بشو لكي ديوال مروفي كتن بمروفي چيتر بتش نزانيني زانين ديوال تاكي دي تبارزتن حذيفة بن اليمان صحابيكي پیغمبري بصلاة خود السرب پیغمبري بن خودش جرازي بتن بش دائما من بصيارة يتنظن يتوكي حكا نخوشيه كهات حكا مصيبته كهات على بصيارة خيري وخوشيه وتشتيت بسيط شبيغن باريت كرن بصيارة مظن شبيغن باريت كرن قوتي بوشي من بصيارة شريت كرن كو حكا خرابية سريخو هل دا كا يا رسول الله ازدهنجي شكم دا اسنكا بمتيدا
كوتي صفات وطبيعتي في مروفي أبابي بجا بيغمبر صلاة خذ السرم بحسي دجال يكري بشتن أو أف صحابيات بشتن دجال مصطرين فطنية مصطرين مصيبتة وبيغمبر صلاة خذ السرم أمتا خجي ترصاندي وقوتي هشيار بن وأس إنذار الدموة چنكي دجالي قلت تشتل جلهي قوات الجلهي شبهات جلك الجلهين عند تشتا ديكتن يعني تسري إنسان بصرمان دا احتمال دي 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 من السكني بيشتن يعني أفشولجي أفجي هر أون كسب شو بشرة أبا بيشي نابن دا جالج دي بيشتي تدي تأيكي بيشي بشولكي هوصا دا تبزاني أسنم روكي عاديمة أخفتنا من يا راستا بجد بيشتن حتى دمائيكي مصطرين فتنا دا جالت بيشتن حاشا أس رب العالمين أس خديمة أس عالمي خدانتكم أس رسقيت دم أس قطعتكم أس عرديشينتكم أس هشكتكم أس بارانت إينم أس باران قطعتكم أس جياج جي خد بم يعني فان تندى تشتا رب العالمين سردستي ودي تشيكتن خدان إيمان دي قالك كيف الطنقافية كما ظن جبر هندي بيغمبري قوتي صلافة خد السربن بشتي هر نفيجك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال بشتي هر يعني تحياتي واختام تخين تحياتي دوما هيك مروف بخافي بيجدن يا ربي تم بارزش عذاب قبري تم بارزش عذاب جهنمي تم بارزش خرابية دجالي فتنة دجالي هكذا أسكتم تيدا يا ربي تم بارزي الفيري يعني دجال أكر أمسحكين في نوفي بشت بجن دجال قالك نافيت بهاتين بشت بجن دجال چنكي رخا كيوي يچبي نبرها بي فهيا ونچاف بي فهيا حلية يعني كوريا چاوا كبتني بي فا وچاوا يجي حلية ويه كوريا وبچاوا كبتنت بينن أبا إيك شوان ناف بشت سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين اليسرى صحبتها كنت بجن بوشت بجن دجال بتشنكي دجال عردي مسيح كو عردي همي مسحت كتن همي عردت كتي وتشت همي جهة معنى وشو جهنا من نشتت بجن مسيح يعني عردي مسحة كري يعني تري بجن بوشت بجن دجال مسيح تشنكي بجتن رخكي ريوي بيفانينا نتشاف ونا برها بيفانينا يعني يحلية بجن دجال چنكي قالك باطلي أشكرات كت حقية فات شيرت قالك يعني حيلو وخلاء خداعو ويعني فشارتنا لدف في هاي حقية فات شيرت باطلي ديار كت بشافت عالمي هروكي باطل حق وحقي نحق وتبجن دجال چنكي مصطرين دروكر شنكة جهد درجة دجالي مصطرين درو شنكة بجن دجال طبعا دجال يعني كسي أواوي كري وأواوي قوتي كسي نقوتا دجال دعوان شد كتن أولي خبيت اندرس مروفك صالح ويباش عالمك الديفت شد بشتي هنجي دي 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 دو مايكت بشت أس بيغمبرم وعالم زان بشتن تنا أفنا بيغمبرا وأفا دراو كرا وما دم أفي دعوة بيغمبراتي كر معناه أفا دراو كرا بشتي في طبعا أهوال جلق دي بيدا بن يعني أفت أهلي خرابي دي ليك بيدا بنو أفا مروفكي باشا وأفا هوصانا وفعلا بيغمبرا بشتين جدي بشت أس خديمة ودي دعوة خداينية كتن إجبال هندي أهلي إيماني كود بشتن ما حديثة بيغمبرية تخوندي صلاة خد السربن هندي كدجالة دجال هوصانا بيغمبرية واضح كري قلتي الدجال أعور دجال يكوريا وإن ربكم ليس بأعور ربي واني كوريا يعني كيماسية قصيرية كالدف دجالي هاي أو كيماسية أو قصيرية شتشتا يكوريا أفا كيماسية أفا نقصك رب العالمين يكاملة رب العالمين كيماسيل دفنين إجبر هندي حديث دين يعني وكي دجال بشت خلقية خديمة يعني بشت أهل إيماني وبشت تو دجالي وبشت هتوات بجم بشت هكر تود بجي أس خديمة وأتشم همي شو لابكم ودجال دي بشت فاني أزبي شو لدكم أفيدكم أفيدكم بشت خدي بوتوسط شكري كتب شي فان شو لابكي باران بيني وهشك بكي وعردي هشك وعردي يعني آوي آف بدي تشتل جلتا ويعني تبيت ودي تشتي دي ويتنافي دي جمان عكي وتي رب العالمين امتحان ما كري يعني هاري كاريتا كري كتب شي في شو لي بكي وتي با هكا تو خدي بي
با تو بوچی ما خود نی کوره یه تو بوچی چاوی خوش ساخناکی حکیت همیتش به چید بن تو بوچی چاوی خوش ساخناکی تو بوچی وی کلمه است ناف چاوید خوانا جیوه که اواتن ویسی کافر بجا پیغمبر به صلاوت خود سر بن دجال یه کوره یه گلی بسرمانا گلی خودان ایمانا و ربی و نکوره یه اذن الویری بوما دیارد بتن دجال دعوه خدای نیت کتن بشتن اس خدیمه جبر هندی بسرمان بجن اوه نصفات خدینه يعني او دعوه خدي نيت كده بري ام بي قصته دجالي توختي بيغمبري دا صلوات خد السربن من جحيله كي جهي هبي قلتنا ابن صياد خلكت قلت ابن صياد دجاله وبيغمبري شوي دف ابن صيادي ويلجل اخفتي وراست فعلا عندك اخفتنت يعني يت خراب او يدل دف هبين وبيغمبري الجل اخفتي ام دعولي قصته ابن صيادي بيجن وباشي ديشن تفصيلات دجالي توختي پیغمبري دا صلوات خود السلام بشتن جحيله كبي اكي جهي بجحيله كي جهي تقوتني ابن الصياد الدف خلكي ولي هات قوتي افا دجاله و پیغمبر جي صلوات خود السربن يعني پیغمبر جي ليچو كو هكا دجال بتن چنكي پیغمبر قالك يعني امتا خويا ترسان دي اشفتنا دجالي و پیغمبر يقوتي جي صلوات خود السربن هكار هاتو ازي ساخ بم استيراوي هما هكر هاتو اسني صاخبم هر اك شو ملو باسكت خا هر اك شو دمن تل ديف خا و يعني كاد شي يعني شو له خد شو بريفا بتن و دي شو يعني في امتحان دا ناجح بتن عبد الله كر عمر بيش خد جرازي بتن بيشتن عمر بن الخطاب بحسبه بخط كتن القلب غنبري خد دركتن قال جماعتك و تشون بونك ابن صيادي جحيلك الجهية ناي المحلكة الجهية يعني تشون دفي بشن برا خدتي يعني أبا إيكش الرواتا برا خدتي ابن صياد يلجل بشيكا ياريات كتن و يعني أو شير هوانا يناف هوالت خا ياريات كتن و بشتن هنجي وقتي بيغمبر شوي دف أف ابن صيادة عمريوي نزيكي يعني عمريوي بازد صالبي نزيكي بالغي بي يعني بالغ ببي بشت ابن صياد بينا حسا حتى پیغمبري صلوات خود السربن دسته خداينه سر پشتاوي پشتينگي پیغمبري افاخفترا گوتي اتشهد اني رسول الله گوت ابن صيادي تو شهدك يدي اس پیغمبري خديمه ابن صياد بشت برا خدا پیغمبري ايناوي گوت پیغمبري اتشهد انك رسول گوتي اشهد انك رسول الاميين گوتي اس شهدك يدم تو پیغمبری عربانی بس افخفت نگوتی یعنی نگوتو پیغمبری عالمی همی امیین یعنی بحث عربا قال ابن صیاد یعنی ابن صیادی گوت پیغمبری صلوات خود سر بنده طبعا وقتی پیغمبری گوتی تو شهدکی دی از پیغمبری خودی ما گوتی از شهدکی دم تو پیغمبری امیانه بحث امیین یعنی عربا و پشت هنگی وی گوت پیغمبری صلوات خود سر بنده گوت پیغمبری اتشهد انی رسول الله ايش قلت بيغمبري تشهدك يدي اس بيغمبري خدي ما انا بيغمبري نقول نقوتي اانا بيغمبري نقوت انا بيغمبري شو قلتي امنت بالله وبرسوله من ايمان بخدي وبيغمبري تويها يا مبكسي دي ترينينا وبيش تنجي بيغمبري صلوات خدي سربن قلت ابن صيادي قلتي تشد بيني انا ابن صيادي افختنا قلتي تشتيت راست ويدراو صادق وكاذب ازدراو كي يعني يتراست راست اندف من ويدراوجي معناوي بحسي شيطانة الجنة انا بيغمبري قلتي خلط عليك الامر قلتي صحبة الدفتة تكهل بي تنزان دي تشبيجي اني خبأت لك خبيئا إنا بيغمبري قلت الصلاة بتخذ السلام قلت من تشتكي بوتكري دلي خدا تتزاني أو تشتشيه يعني بيغمبري قلت بي أز دي بحثي في مروفي كم تشتكي دلي مدى در حقا في مروفي دا وأف مروفا دعوة غيبت كتنو بحثي يعني شيطان بوتشتات بيجن قلت من تشتكي الدف يبوخا يعني بوتل دف خدا يناي إنا قلت أو تشتشتا قلت إني خبأت لك خبيئا ابن صياد قلت هو الدخ قلت الدخة دخ في غنبري صلاة خذ السربن تشتكر بيد اللي خدا
قوتي أفا دخانة، دخان يعني ديكيل. ابن صياد نشيا بيجد دخان تمام بكت قوتي تتشكي كيري دليمدا الدخو بوشي كلمة مظن يعني وين قوت إلى پیغمبري قوتي صلاة قوتي صلاة پیغمبري قوتي اخسأ فلن تعدو قدرك قوتي كربب تنشي ويبيجي اوان بوتا ديناي اوان بوتا هاتي دينان دني من يلدف خديناي تو ديكيلي معنى تو تشبيهك تشويهك وطارياتيك وشيلياتيك اخي في امري وعالمها سرتت اخفتن كو افا دجالة ان ندجالة بس افي نشيا في اخفتن بتمامي بيجتن چونکی شیطانی بو اف آخفتن ادگوتن بس شیطانی جب درستاهی نزانی کاچیه بس اف هر دو کلمه گوتی بجیه دخو دخ یعنی تمام نکر کلمه دخان یعنی دو کل وقتی پیغمبری اف آخفتن ادگوتنی گوتی تو نشه بجی او بو تهاتی دیناندنی معنوی تا پیچینابت دیار بیکو نه شیطان و نه اجنه تشتیب درستاهی نزانن هنده تشتاد زانن بس درستاهي نزانن پیغمبري اف كلمه بو وشارت بي دلي خدا اوي نشيا وي كلمه بيجتن گوتي تا اف كلمه كلي دلي خدا ادخو الى امام عمر بيشتن طبعا حديث عبد الله كره عمر بيشتن باب مل جل پیغمبري بي امام عمر گوت پیغمبري صلاة خود سر بن ذرني يا رسول الله اضرب عنقه وتي يا رسول الله رخصتا مبدا از دي في كجم مد الشيره كستوي ديم دي في كجم إلى پیغمبري قلت الصلاة خود السلام إن يكن هو فلن تسلط عليه قلت يعني تدبيجي مادام دجالة دابو كجمو كشتنا دجالي شر يلج باشا قلت هكر أفا دجال بتن تو نشي في بكجي نتوي كشتنا دجالي إلى پیغمبري قلت يعني عمري خود جرازي بتن قلت هكر ابن الصياد أفا أنبحث جدكين هكر أفا دجال بت نتدي دجالي كجي إكدي هيدي دجالي كجد لأن الله قدر وقضى أن يقتله عيسى بن مريم عليه السلام بعد نزوله قلت هكذا دجال بتن تنشب كجي رب العالمين يتقدير كري عيسى كري مريم دجال كجتن كستدري نشتن وإلا يكن هو هكذا دجال نابتن فلا خير لك في قتله شو خيرت كشتنا ويدانينه هذا حديث إيكي عبد الله كري عمري إش باب يخر رواتة كتن قصة ابن الصيادي بيغمبر شوي داف والجل آخفتي والصحبة بدو ماهيك إيناي حتى في شندي حديثة دي تري بيشتن سالم بن عبد الله فصحابي كي دي تري بيش سمعت عبد الله بن عمر يقول أر أوجي رواتة كتش عبد الله كري عمري بقوتي مقول عبد الله يدبي وجه هنده جرى صحبة باب يخوه صحبتها في غنبري صلاة خذ السربن وبابي شو دف دف ابن صيادي وصحبة الدجال الجل كرين قلت أفيجي بومن صحبتها بابي خيا كري أبريكا كادي بشت انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن الصياد سالم بشت عبد الله كر عمري قلت في غنبري خذ صلاة خذ السربن وبابي من وأبي بن كعب يا أنصاري شون وي منطقة جهة دار قصبة أو ابن صياد لي بشت حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة أو يعني محلة لي دار قصب بستانة قصبة بين قلت بيغمبر وقت جهشتي وان بستانة أبتكو مالا ابن صياد يالويري قلت بيغمبر ادبر قرمت دار قصبة وشقت وانا خوفت شرط طافق يتقي بجذوع النخل بيغمبر خوفت شرط دانا بينتن وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا إنا بيغمبري صلاة خذ السلام يعني ونذكر كو أو بيبحثة دا يعني ابن صياد بيبحث أبيت هاتين يعني بشتش نشكا كيف بشت داف وقبل أن يراه ابن صياد كنت دا أقول أخفتنا ابن صياد ببيت صفات توي مي ببينت كاي شوانا بري كو أو ببينت شنكي بلكي دي قلت شتا الدفقة فاشيرتن مش فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبري أو ابن صياد متجع على فراش في قطيفة قلت برا خداي يرازي وجلتك يعني باطيك تشتك بسر خداي له فيها زمزمة قلت يعني دنجك جيتت مرفتي ناجهت كاشت بشت يتشوي ابن جهيفة
ودنگك جيتيت مروف نزانتن يعني هندك كلمة مروف هندك زانت هندك نزان يعني نزان صحبتك شيء يعني دنگك جيتيت. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع. ديكا ابن صيادي يعني ديكا في جحل جهي پیغمبر دید صلوات خود سربن پیغمبر خوفت شیرت البرهندک چقد قصبا. فقالت لابن صياد يا صاف اینا قاضی کر رخا کر گوتي يا صاف يعني ناوی گوتي هذا محمد هذا محمد. فثار ابن صياد بشت الرس رابي ابن صياد اشت ناف جهي خواه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بيّن اینا پیغمبری گوتي محسا هكر أبي داوي ابن صياد رانا كربا دا ديار بت كان دجالة أن دجالة دابم ديار بتن أز جو خدم أخفتنا عوي يعني بيغمبر فيا بي بري أو بيب حسن بري يعني بزانت أبي إيك متابع عويت كتو أبي بيغمبر هاتو تشكو بزان معلومات يعني بيغمبر يعني تشتت بزانتن قلت دا ديار بتن لو تركته هكذا ديكاوي هلا با يعني نرى كربا ونقول بايا ابن صياد هلو أبي محمد هات گوته بیانه دا دیار به مکاد جال آن. اوه حدیثا دوی سرچتشتی سر ابن صیادی. یا سیه ادبشتن ابی سعید الخدری بشت قال لقیه رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابو بکر و عمر یعنی ابن صیاد في بعض طرق المدینه. گوته پیغمبر خوده و ابو بکر و عمر یدگهشتن ابن صیادی الریکه کش ریکت مدینه. پیغمبری گوتی اتشهد انی رسول الله گوتی یا ابن صیادی تو شهدکی دیست پیغمبری خودی ما. فقال هو اوی گوتی اتشهد انی رسول الله اویش گوت پیغمبری تو شهدکی دیست پیغمبری خودی ما. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبری گوتی آمنت بالله و ملائکته و کتبه ما ترى گوتی من ایمان بخودی هیا و ملائکتی توی و بکتاب توی تو چد بینه قلت ابن صياد تشد بيني قلت أرى عرشا على الماء ابن صياد قلت أزي تختك بيني مسر آبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبري قلت ترى عرش إبليس على البحر وما ترى قلت أو تخت شيطان يا إبليس يا لسر بحري تشد بيني قلت أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا قلت أزي صادقات بيني ميترزقوا ودروا كراكي آنجی از گلک درو کرد بینم و رزد گوکی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لبس علیه دعوه اینا پیغمبری گوتی جب گرهن یعنی صحبت توی آخفتن توی تکل بی نشد شدشتی واضح بیجد اما جب گرهن افجی حدیثا دیتری یادیتری پیغمبری صلوات خود سلام سلام ابو سعید الخدری بیشتن خرجنا حجاجا او عمارا گوتی ام چون حجی یعنی آنج عمره بی و ابن صیاد الجلم بی و امل جهه که رنشتن خوار راوستان و ابن صیاد یعنی اوج الجلم بی طبعا صحبت سر ابن صیادی و هیچ صحبت سر هی و پشت هنگی امدین سر موضوع یعنی دجالی و که دجال چوانه بس حتی ویشند وقتی یعنی مشیه ویشند بیجین و جویر پی و دیبو خلقه بید بتاگر خود حس کتن ام سر دجالی باخوین وتمام كرنا قصة ابن صيادي يتهند حديثي دي تريدا حتى جارك دي خذ الجلمة هميابت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.